تلقف المعلومة ويحدد المكان. يعطيك الصحة، شوف الجسم. يلا جماعة يلا تحرك يلا. بسرعة يعطي الأمر لعناصره بالتحرك فورا. هناك صيد ثمين ينتظرهم. الو اخويا انا المعلم، وين طيح انبار؟ لي انبار في هاك البلاصه، مو عارفين نتلاقوا فيها. هي شي التاكسي تاعك اليكس؟ هاني جيت، يلا انا قريب عليك. جيت لي الفوند دريس تاعك. يلا خف خف ما تطولش. هاي معلش، يلا لحظات ممكن عندك. في كل مرة يحاول المهربون تغيير الأساليب بعد انكشافها وابتكار عمليات تمويه جديدة للفرار من أعين المراقبة والملاحقة. يتوجه عناصر مهمة إلى المكان المشتبه فيه، كلهم على قلب رجل واحد. في الجهة المقابلة يحاول مخربو الاقتصاد الوطني الإفلات وتمرير السموم، همهم الوحيد الربح السريع وجني الأموال. المهربون يختلقون طريقة جديدة للتمويه وإبعاد الشبهة عنهم. في جنح الظلام تسير فرقة الجمارك. في الجهة الأخرى تبدأ عملية تسليم واستلام البضاعة المعنية بالتهريب. ما هي لحظات حتى يصل عناصر الجمارك؟ يقوم أحد المهربين بالإقلاع والفرار نحو وجهة غير معلومة. تتم مطاردته وإعطاؤه أمرا بالتوقف، لكنه عنيد. عمليات المطاردة في الغالب ما تكون محفوفة بالمخاطر بسبب عناد المهربين، لكن أصحاب البدلة الرمادية تمرسوا واكتسبوا خبرة كبيرة جعلتهم يتحكمون في الوضع ويحققون نتائج مبهرة. بعد كر وفر يتم إلقاء القبض على المهربين. مليح هذا. وشي هو صاشية؟ وشي هو؟ المخدرات هذه. مخدرات هذه؟ مخدرات. كيف مخدرات؟ بعد تفتيش المركبات يتم العثور على كميات كبيرة من المخدرات. تحجز السموم ويتم اقتياد المهربين والمركبات المستعملة في التهريب إلى مقر الفرقة.